بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في توضيح لمفهوم مستوى منسوب المحلول المغذي في داخل أنابيب الزراعة المائية، هنا نحن عملنا عندنا نموذج توضيحي لغرض الشرح، عبارة عن أنبوب قمنا بغلق من هذه الجهة، تركناه مفتوح من هذه الجهة لكي يكون واضح الشرح. أيضا لدينا هذا قدح الزراعة المائية نضعه هنا. هذا الثقب الصغير، هو ثقب الذي يوضع فيه أنبوب التصريف الراجع إلى الخزان. لغرض توضيح العملية الآن، هذا القدح مستواه هو هنا إذا كان واضح بالتصوير، وهذا الأنبوب يكون موقعه هنا. كلما نرفع الأنبوب إلى الأعلى سوف يكون الماء يرتفع إلى حد مستوى ثقب هذه الأنبوبة السوداء، وعندما يصل إليها سوف يكون الفائض يخرج منه وينزل إلى الخزان، الراجع إلى الخزان. مستوى القدح هذا هو مستوى جذور النباتات. لو فرضنا وضعنا أو رفعنا أنبوب التصريف إلى هذا الحد، سوف يكون الآن مستوى الماء بتماس مع أسفل القدح. ولو أضفنا فرضية موجودة فيزيائية أنه في حالة عمل المضخة، اللي يكون دفعها عادة أقوى من حجم التصريف للأنبوب، فسوف يكون مستوى الماء أكثر من هذا بسنتيمتر تقريبا أيضا. فلو فرضنا أنه المضخة غير يعني لا تعمل، فمستوى الماء في هذا الحد سوف يكون مع أسفل القدح، وهذا يكون بتلامس مع الجذور. كلما زاد نمو الجذور وأخذت بالتطاول والنزول أسفل فأسفل، يجب أن نقوم بعملية خفض مستوى أو منسوب المحلول المغذي في داخل الأنبوب من خلال سحب أنبوب التصريف إلى الأسفل شيئا فشيئا. لو فرضنا أنه إحنا تونا زارعين، راح نخلي الأنبوب بهذا المستوى قريب عن أسفل أو قعر القدح. بعد مثلا أسبوع نزلت الجذور بطول سنتيم واحد، فإحنا نقوم بإنزال الأنبوب بقدر سنتيم. في الأسبوع التالي مثلا زاد نمو الجذور وأصبح طولها مثلا 4 سنتيمات، نخلي منسوب الماء بهذا الشكل. عندما تصل الجذور وتكون نموها متكامل وتصل إلى أسفل الأنبوب، أنبوب الزراعة المائية، سوف نسحب الأنبوب بهذا الشكل، فيصبح لدينا المخزون الباقي أو المتبقي بعد انطفاء المضخة ما يقارب سنتيم إلى سنتيمين من المحلول المغذي، وهذا جدا كافي حتى نفسح حيز ومجال كافي لتهوية الجذور. في حال أن نتركها دوما المستوى يكون مرتفع بهذا الشكل والجذور كثيفة موجودة بالأسفل، راح يصير عندنا مشكلة نقص الأكسجين، وبالتالي قد تتعرض إلى بعض الأعفان وتتلف الجذور. فإحنا ما دام الجذور نزلت إلى أسفل الأنبوب وبدأت تتمركز به، فلا بأس من أن نقوم بتخفيض مستوى المحلول المغذي إلى أقل حد، مع مراعاة أنه المضخة تعمل بشكل منتظم وبأوقات منتظمة متقاربة. أما إذا كانت مثلا قد التيار الكهربائي ينطفئ أو تحدث مشكلة معينة مما يؤدي إلى جفاف الجذور إذا زادت المدة، مدة الانطفاء، فبهذه الحالة ممكن أرفع منسوب الماء بشكل حتى يكون احتياطي من المحلول المغذي لغرض امتصاص الجذور وعدم جفافها. هذا هو المهم بمستوى المحلول المغذي من خلال حركة أنبوب التصريف هذه نحو الأعلى ونحو الأسفل. كلما كان الزارع يضمن أنه تعمل المضخة مثلا كل ساعة ربع ساعة أو كل ساعتين
ربع ساعة، هذا الحد خصوصا مع قدوم فصل الشتاء وبرودة الجو. ممكن أنه أنزل منسوب الماء إلى مستوى أنت عادة تقوم بتحديده، إلا أنه يفضل أن يكون أقل مستوى. في حالة الجذور القصيرة نرفع المنسوب هكذا، في حالة الجذور المتطاولة المتمركزة في أسفله ننزل المحلول لغرض ضمان تهوية الجذور وتنفسها من الأكسجين بشكل جيد، وهذا يؤدي بالتالي إلى صحة النبات وعدم حدوث مشاكل إصابات فطرية والذبول. وشكرا لكم.